تم اليوم اقتيار الفار يحيى السنوار فار الأنفاق لله الحمد الحمد لله افتكنا كما كان يفعل الزرقاوي وبن لادن والبغدادي وحسن نصر الله وصدام حسين وعلي عبد الله صالح والقذافي، إلا أن السنوار بدأ بعمل أهلك فيه الناس وجرهم إلى محرقة مهلكة. قتل حركة حماس هي حركة إرهابية منذ عقود. أبالله عليكم، هذا لا يشبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الشرك والكفر. يا علماء العالم الإسلامي، ويا علماء الجزيرة العربية، ويا علماء الحرمين خاصة، هل هذا هو التوحيد الخالص الذي أمركم الله به، أم أنه التوحيد المخلص لبريطانيا وإمريكا الذي دعاكم إليه عبد العزيز آل سعود؟ فما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أما تعلمون أن تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة دون سواه، وينافي أصل التوحيد الإشراك بالله، سواء كان هذا الطاغوت الذي يعبد من دون الله وثنا أو صنما أو قبرا أو ملكا أو جنا أو بشرا أو ملكا من الملوك أو أي مخلوق من المخلوقات، يصرف له أي عبادة من العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل. ويتعلق بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به مسألة الولاء والبراء، وهي أصل الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا هو التوحيد الخالص لله، والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفار وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهل هذا هو التوحيد الذي جاء به عبد العزيز آل سعود، أم أنه جاء بالتوحيد الممزوج المخلط؟ ظهر المدعو عبد العزيز آل سعود هو ووالده عبد الرحمن آل سعود بعد هذه المعركة ليدعو أهل الجزيرة والقبائل إلى توحيد الله الخالص وعدم الإشراك به في مسألة التبرك بالقبور بما أسموه شرك القبور. ثم راحوا يتوسعون في موالاة اليهود والنصارى، فوقعوا الاتفاقيات وأبرموا المعاهدات وأخذوا الدعومات، فوقعوا في شرك القصور. فكانت النتيجة أن أزاحوا دولة الخلافة العثمانية الإسلامية ومزقوها، وحالفوا الدول الكفرية بريطانيا وإمريكا، وأنزلوها جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستقبلوا قواعدها العسكرية على أرض التوحيد. فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟ إن جرائم آل سعود لا تعد ولا تحصى، ولسنا في مكان إطناب وإسهاب، وإنما في مكان إجمال وإيجاز. والنبيه يفهم بشاهد ما لا يفهم البليد من ألف شاهد. لكن من أعمى أبصارهم ولاء آل سعود
فحالهم لن أقتنع ولو أقنعتني، وعنزة ولو طارت، وإني لأعلم أن من يوالون آل سعود ويطبلون لهم إذا سمعوا خطبتي هذه سيقولون كلام حق يراد به باطل، ويقولون إنكم تحسدوننا على نعم الله علينا وعلى ما من الله به على هذا البلد من البترول، وأننا متمسكون بوحدتنا وولاة أمورنا، والحمد لله حنا بأمن وأمان، إلى غير ذلك من الأقوال. صدق الله إذ يقول قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ويقولون إنكم بذلك تطعنون في دولة التوحيد والسلفية، وربما قالوا الحمد لله ولاة أمورنا موحدين وقد سعوا وتشرفوا ببناء الحرمين الشريفين. أقول لكم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن أعظم جريمة لبني سعود هي تطويع العلماء لإرادتهم وتوجيه فتواهم لتثبيت فسادهم ومسيرة الانفتاح والفساد الأخلاقي وحرب الشعائر الدينية وإعادة البلاد التي خسف الله بها، كإعادتهم لمدائن صالح كمدينة سياحية بعد أن ألغى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستبدلها بالهيئة العامة للترفيه، ثم أتى بالعلماء ليضعوا الفتاوى في تحليل السياحة وزيارة مدائن صالح التي أهلكها الله، ووضعت المسارح الغنائية والمراقص والمطاعم والفنادق، بل وإقامة المسارح الغنائية بجانب المساجد في وسط الرياض، وإمعانا في الفساد أتوا بالمغنيات والراقصات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أهل الحرمين، يقول الله، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويا أهل الحرمين، قد اقترب الخسف ببيداء المدينة، يا أهل الحرمين اتقوا الله يا عباد الله، وخذوا حذركم، وخذوا على يد الظالم، وانتهوا عما أنتم فيه، ولا يستخفنكم فساد هذه الأسرة إلى سخط الله وغضبه، فإن جرائمهم في العراق وسوريا واليمن وفي داخل الجزيرة وفي قطر وفي غيرها من العالم شاهدة على أن آلاف الناس في داخل هذه الشعوب يدعون بتعجيل العقوبة عليهم، فإياكم ثم إياكم أن يصيبكم العذاب معهم. نعم نعم، إنهم الماسونية العربية التي نخرت الخلافة العثمانية الإسلامية وأسقطتها سابقا ودمرت البلدان الإسلامية حاليا. إنهم قرن الشيطان الذي ظهر من نجد فلم يبق لهم من الجرائم إلا أن يكونوا أعوانا للدجال، أو أن الدجال يديرهم من خلف الكواليس ليوطئ بهم دولته. فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟